فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أما قوما وهم له كارهون. نعم. يقول: ما المراد بذلك، وهل تجوز إمامته؟ إذا كانوا يكرهونه بحق، إنه يحرم عليه أن يصلي بهم، كانوا يكرهونه بحق لنقص في دينه أو يعني حق، كراهية حق. أما إذا كانت كراهية هوى وهو ليس عنده خلل، هذا لا يؤثر. نعم. ما في كثير من الأئمة، بعض الجماعة ما يبونهم، يبغضونهم ويكرهونهم، لكن كراهية هوى، هذه ما هي كراهية دين. نعم.